إذا كان مال الإنسان قليلا وكان ورثته فقراء فالأفضل أن لا يوصي بشيء لا قليل ولا كثير، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة، خلافا لما يظنه بعض العوام أنه لا بد من الوصية. هذا خطأ. الإنسان الذي ماله قليل وورثته فقراء ليس عندهم مال لا ينبغي له أن يوصي، الأفضل أن لا يوصي.